تحياتي ليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج الأجزخانة. دايما بنقول ان اغلب الناس تفكيرهم عن صيدلة هي أجزخانة والأدوية بتاعتها، بس دايما بقول لكم ان صيدلة مش مجال واحد بس، ده هي مجالات كتير جدا. فهيكون معانا في حلقة النهاردة أخصائية البشرة والتجميل وفي نفس الوقت كمان خريجة كلية الصيدلة دكتور هاجر أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور، مساء النور. ازيك يا دكتور، اخبارك منورانا ايه؟ النهاردة. الحمد لله الحمد تمام. لله. بداية يا دكتور، أغلب الناس لما بتيجي تهتم ببشرتها وبنضارة بشرتها بتبتدي إنها تتكلم عن الكولاجين، فأي أخصائية بشرة أخصائية تجميل تبتدي إن هي تتكلم برضو عن الكولاجين، فممكن حضرتك بداية تكلمينا عنه؟ طيب، قبل بس ما اتكلم عن الكولاجين خلينا نتكلم على المين بوينت اللي هي الفيتامين سي. تمام، الفيتامين تمام، سي برضو. الفيتامين سي ده هو اصلا ذا ماجيك، يعني العنصر الاساسي اللي بيحفز وبينتج الكولاجين. تمام، الكولاجين مش بيتصنع طبيعي، لا ده في حاجات لازم تحفزه بتعزز منه ان انا اشتغلها او ان انا ادخلها للجسم. تمام فاول حاجه اللي هو الفيتامين سي تمام ده الماجيك بتاعي، ده كده العامل السحري اللي بشتغل عليه. طيب تمام خلينا الاول نعرف فيتامين سي. عايزين نعرف الأهمية بتاعته بقى في الأول. الفيتامين سي ده هو يعني المين اوبجكتيف بتاعته ان هو انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت قوي جدا. طيب الانتي اوكسيدنت ده مضاد الاكسده ده هيعمل ايه؟ او انا بشرتي محتاجاه في ايه؟ بشرتي محتاجاه ان انا بيحافظ على ملمس البشره، بيدي نضاره، بيدي حيويه للبشره، مظهر الشباب دايما، بيقضي على التجاعيد، ما فيش عندي تجاعيد، بيبطئ ظهور التجاعيد وفي نفس الوقت كمان بيأخر الشيخوخة. بيأخر بالظبط. الشيخوخه، ما فيش عندي تجاعيد. غير كده كمان بيقي من اشعه الشمس الضاره اللي هي الفوق البنفسجيه اللي ممكن احنا بنتعرض ليها يوميا. بالظبط بالظبط. طبيعي. في بس كم في حاجة مهمة برضو عايزة اقولها عن فيتامين سي. ان احنا بنقول ان هو بيقي من اشعة الشمس، بس في نفس الوقت كمان ما ينفعش ناخده قبل اشعة الشمس عشان الناس برضو تبقى واخدة ده بالها ان هو ليه كده. طريقة استخدام لسه هنجرها دلوقتي. بس تمام. الأهم حاجة ان انا عندي فيتامين سي بيناسب كل انواع البشرة، يعني يناسب حد بشرة جافة عادية دهنية مختلطة كل لكل، الأنواع. عشان في الفا هيدروكسي. الالفا هيدروكسي دي بتخليه مناسب لكل انواع البشر، في نفس الوقت موسترايزنج، مرطب، بيخلي البشره محتفظه بكميه من الميه. كميه الميه اللي بتحتفظ بيها البشره دي هي اللي بتدي النضاره وبتمنع التجاعيد وبتاخر الشيخوخه بتاعه البشره. تمام. تمام. بس غير كده طبعا بقى نخش بقى الكولاجين، هي اللي بتكون لي الكولاجين بتاعها مع حمض الهيدرولينيك اسيد. تمام، بس قبل بقى ما نخش على الكولاجين عايزين نعرف ايه هو الاستخدام الصحيح لفيتامين سي. استخدام فيتامين سي كتير من الناس، حتى انا بقابلهم، كنت بقابلهم في الفارماسي حتى في الاسئله، احنا يا دكتور بنستخدم فيتامين سي بس للاسف مش بيجيب نتيجه. تمام. طيب المفروض ان احنا بنستخدمه ازاي؟ اول حاجه ان احنا بنستخدمه بالليل ليلا، هو فوتوسينثس، حساس للضوء جدا، ما تمام، ينفعش ان انا مينفعش في استخدمه الشمس. لا شمس ولا حتى اللايت بتاع الروم بتاع الغرفه عندي، ما ينفعش ان انا اعيد نور الاوضه وانا قاعده. لا تمام انا اول حاجه يوميا بالليل بغسل وشي بميه دافيه. تمام تمام، عشان اشيل اي اتربه، اي شوائب من على البشره، ميك اب، اي حاجات من دي. وبعدين ببدا احط فيتامين سي نقط حوالين العين عشان يضيع الهالات السوداء والبشره بتاعه الوش. تمام، وبعد تمام كده بطفي اللايت وخلاص لغايه تاني يوم الصبح. تمام ممكن لو انا عندي اي كريم مرطب ممكن احطه بعديه، ده تمام بيزود بقى من عمليه الامتصاص بتاعته. تمام حلو جدا يا دكتور. عايزين بقى نعرف، حضرتك دلوقتي بتقولي ان فيتامين سي والكولاجين مرتبطين ببعض، عايزين بقى دلوقتي نتكلم عن الكولاجين وعن الأهمية بتاعته. الكولاجين عندي اول حاجه ان هو بيحسن الدوره الدمويه. تمام تمام. تاني حاجه ان هو اي التئام، اي مثلا ممكن انا عندي يحصل خدش في الجلد عندي، تمام لا هو بيساعد ان ده ايه يلتئم بسرعه. تمام المفاصل، اي التهابات بتحصل من المفاصل على مستوى الجسم كله هو بيحد من الالم بتاع التهاب المفاصل، بيعزز بقى نمو الشعر، نضاره البشره، بيحد من التجاعيد، من الكلف، بيوحد لون البشره، بيمنع التصبغ، تمام الهالات السوداء طبعا اللي تحت اكيد العين اللي طبعا. كلنا عارفينها دي بتضيع، ما بيبقاش فيها مشكله خالص. بس الحل السحري لنضارة البشرة ذا ماجيك يعني هو ما الكولاجين، مش كده؟ ذا ماجيك. تمام. ايه هي بقى الأطعمة اللي بتعزز إنتاج الكولاجين؟ خلينا نقول ان هناخد الاطعمه اللي هي بتبقى غنيه بفيتامين سي. تمام تمام، اللي هي بتحفز انتاج حمض الهيالورونيك اسيد وبالتالي بتحفز انتاج الكولاجين. يعني احنا دايما لما نيجي نقول كولاجين نقول معاها فيتامين سي، فيتامين الاثنين مع سي، بعض. تمام الاثنين مرتبطين ببعض. عمر الكولاجين ما هينتج في الجسم بدون فيتامين سي. ليه؟ تمام فيتامين سي بيدي مرونه، بيدي الالاستيستي بتاعه الجلد، فيبدا الكولاجين يشتغل ويحفز نموه ان هو تمام يشتغل في الجسم.
طب زي ايه؟ ناكل ايه يا دكتور؟ نشرب ايه ايه؟ بقى ناكل ايه مش عارف وكده. ايه. ايوه بالظبط. طيب اي فواكه، الاحماض الامينيه فيها احماض امينيه، الفاكهه، البرتقال، الليمون، فراوله، ممكن الجوافه، التوت، الكيوي، اي حاجه بتحتوي برضو على فيتامين جيم. تمام. تمام. عندي برضو الكزبره فيها فيتامين جيم، وفي نفس الوقت فيها هيالورونيك اسيد، فيها الاثنين يعني، فيها انتي اوكسيدنت، فيها فيتامين جيم، فيها هيالورونيك اسيد، فيها فيتامين سي، اكتر تمام. محفز للكولاجين في الجسم. عندي برضو الخضروات الداكنه، سبانخ، بروكلي، عندي برضو الليفت، اي خضار داكن عندي لونه اخضر. في ماده الليوتين، الليوتين دي برضو انتي اوكسيدنت، بيحفز تمام. نمو الكولاجين عندي في الجسم. بس في حاجة برضو مهمة جدا عايزين نقولها يا دكتور، احنا عمالين نقول ايه بيعزز انتاج الكولاجين في جسمنا، يعني ايه؟ يعني احنا اصلا جسمنا فيه كولاجين تمام. بالظبط، اللي هو فيه امينو اسيدز نون اسينشال زي مثلا الجلايسين، البرولين، الحاجات دي برولين. كلها. اه تمام. بالظبط، الامينو اسيد دي موجودة جوه جسمنا، فاحنا ما ينفعش نقول ان احنا هناخد حاجة من بره تبقى كولاجين وندخلها جسمنا، ده مش صح تماما. ده احنا مش بناخد صح. حاجة او بتعزز، يعني كمان في تمام. حاجة مهمة معلش كمان يا دكتور عايزة اقولها، جلد السمك وجلد الفراخ والحاجات دي كلها هي اصلا هي كولاجين. اه كولاجين. احنا خلينا متفقين انها كولاجين، بس ما ينفعش ان احنا ناخدها جوه جسمنا، هيبقى ليها لو بيولوجيكال فاليو، قيمة تمام. غذائية منعدمة جدا، لان زي جسمي ما مش محتاجها. الجسم مش محتاجها، لان تمام. الكولاجين جوه الجسم، فاحنا مش هناخد كولاجين من سورس خارجي، احنا هناخده من حاجة بندخلها في جسمنا تبتدي تعزز انتاج الكولاجين اللي موجود جوه جسمنا. دي حاجة مهمة برضو كنت خلي عايزة بالك اقولها. انا برضو بحب اميل للاتجاه شويه الاورجانيك، اه او ده هيبقى الترند شويه بعد كده يعني، مش باخد تابلتس وهاخد حاجات توبيكال احطها على بالظبط وشي وعلى مش عارف ايه، بس دايما ان ما كانش الحوار من جوه جسمي، من ناتشرال. جوه عمره ما هيديكي نضاره من بره طبيعي خالص. اه ذات يعني ذات مثلا احطي كريم هتشيله هرجع نفس الافكت تاني، بالظبط مش هحس باي تحسن، بالظبط صح هستعمله كانه ميك اب بقى، مش مفيش كده خالص. بالظبط. عندي مثلا الاوميجا 3 زي مثلا هلاقيها موجوده مثلا في الكاجو، في السمك، الحاجات دي برضو بتعزز الكولاجين. هلاقي برضو الحاجات تانية، هلاقي بس هي الاوميجا 3 بتبقى موجوده في مش في اي نوع من انواع السمك، هي سمك بتبقى سلمون. اه السلمون والاسماك تمام. الدهنيه يعني. والاسماك الدهنيه، وفي نفس الوقت الحاجات اللي هي ايه، الكاجو، البندق، الحاجات المكسرات دي. بالظبط تمام. في بقى عندي طبعا حاجات كتير، الحاجات اللي هي الغنيه بالكبريت، الاطعمه الغنيه بالكبريت، عندي الخيار، عندي الكرفس، عندي التوم، فايده بيولوجيكال عاليه جدا فيه، عندي طبعا الحاجات اللحوم، الخضراء عامه مش كده؟ واللحوم برضو بناخد منها اللحوم برضو يعني، انا عندي المرقه بتاعه العظام يعني، مكان اه المرقه دي باخد منها مش بس كولاجين، باخد منها مغنيسيوم، باخد منها فوسفور، باخد منها جلوكوز امين، باخد منها مالتي فيتامينز كده مع الكولاجين، فدي برضو بتساعدني جدا. طب بس الناس اللي بيبقى عندها نقص في الكولاجين، النقص ده بيكون سببه ايه يا دكتور؟ خلينا نقول ده سببه حاجات كتير، بس يعني مينلي اهم حاجه في ناس بتعتمد على غذائها اكتر في السكريات. اه السكر ازاي؟ الكتير. ان انا بستهلك كميه من السكر كبيره وجسمي مش عايزها، فالسكر ده بيرتبط مع البروتين، لان انا عندي برضو الجلايكون ده اصلا بروتين بالظبط. اه بيرتبط معاه، فبيعمل لي حاجه اسمها ادفانسد جلايكليشن اند، بيرتبط معاه خلاص ده كده ايه، كومبلكس، الجسم ما بيستفادش منه، اهو موجود عندي بروتين في جسمي، موجود جلايكوجين عندي في جسمي، ولكن ما تمام. بستفادش منه، عمل رابطه معايا فخلاص. تاني حاجه التدخين، التدخين برضو. التدخين التدخين في ده اهم حاجه، احنا طبعا بنشوف النهارده عيال صغيرين ماسكين سيجاره عادي مفيش مشكله، التدخين عندك التبغ ده بيكسر الجلايكوجين خلاص بيكسره. تاني حاجه النيكوتين، النيكوتين ده اصلا بيخلي الاوعيه الدمويه اللي تبع بتن التدخين برضو يعني ما هو السيجاره فيها مينلي حاجات كتير من جوه، النيكوتين مينلي تقريبا. النيكوتين مينلي والتبغ، فالنيكوتين ده الاوعيه الدمويه اللي بتوصل عندي الدم للجلد بتقفلها، بتقفلها بتقلل وصول الدم للجلد، فانت ما فيش عندك دم ولا اي حاجه بتقدر توصل للبشره خالص، فبيتكسر عندي الكولاجين موجود في جسمي بس ما بستفادش بيه، كأن تم ملوش اي لازمة يعني. ملوش اي لازمه خالص. عندي لو حد بيتعرض باستمرار لاشعه شمس فوق بنفسجيه اه مثلا، بيخش عندنا فصل الصيف، واحنا في مصر غالبا الصبح الفتره بتاعه الظهر دي بتبقى عندي درجه الحراره عاليه جدا، في بنات كتير بينزلوا من غير صن بلوك تماما، اه متعرضه اكتر عرضه للاضاءه اللي هي فوق بنفسجيه من الشمس، دي بتكسري الكولاجين، تمام. بتكسريه تماما.
بس عندي بقى لو في حاجات بقى جيناتيك، لو في حاجات تانية، بس دول المينلي تمام اللي تمام بيعملوه. يا دكتور. احنا بقى بعد ما اتكلمنا عن فيتامين سي واتكلمنا عن الكولاجين، عايزين نتكلم عن مشروب لنضارة البشرة. طيب خلينا ننقي برضو حاجة سهلة وفي نفس تمام الوقت موجودة في كل بيت، حلو جدا. تمام، عشان برضو ما يقولش مثلا ده انا مش بستعمل، ده انا مش عندي، صعب ان ده يتوفر. ما فيش حد عندنا مش عنده عسل. اكيد طبعا حاجة منلي يعني، يا عسل اسود يا عسل نحل ابيض. انا كل يوم الصبح اول ما بس اقوم تقريبا العسل الابيض او الخام كمان بالذات افضل بيبقى افضل، مش افضل كده؟ افضل كتير، بس انا مش عايزه ازود على الناس بحيث ان هو يقول لك ده انا مش عندي. طب افرض انا مش عندي عسل نحل ابيض هعمل ايه؟ لا، الافضل بالظبط. المينلي عسل النحل الابيض الخام. مش عندي استخدم عسل اسود عادي، ما فيش مشكله، تمام هيديني برضو افكت. اول ما اقوم من النوم اجيب معلقه عسل نحل على ربع او نص كوبايه ميه دافيه دافية، دافيه مش مغلية، مش لأن لو مغليه، مغلية هتسبب ألسر في المعدة وقرحة وحاجات مش وهتكسر كمان كويسة. الحاجات اللي انا عايزاها، الفايده بتاعتي انا جاست ان انا بحل بيها بس ايه العسل. أو إن أنا كمان بدوب العسل فيها. تمام، هجيبها تكون دافيه، تمام، واشربها قبل الفطار بربع او نص ساعه. تمام دي بقى عندي يعني وصفه الساحر، اي حاجه ممكن انا عايزاها ممكن اخدها من دي، معلقه عسل وربع كوبايه ميه. هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي نضاره للبشره، هتعمل لي ملمس طبيعي، هتوحد لون البشره، مش هلاقي عندي هالات سودة، مش لازم اقوم من النوم احط كونسيلر وكونتور هي واكمل الحاجات دي حياتي، كلها. مش هلاقي عندي هالات سودة باستمرار. برضو بعد كده في ناس اللي هي بتدور انها تخس دي معتبر زي ديتوكس، بيحسن الهضم كمان، بتحسن الهضم وبتحرق الدهون، بتساعد على الحرق، الحرقة. او مين دي بتساعد على الحرق بس. فده يعني اكتر حاجه ممكن الناس بتستعملها. برضو جاي عندنا الصيف، انا بفضل او انا حاجه شخصيه يعني بعملها ممكن انصح الناس بيها، انا بمشي بازازه ميه خاصه ليا في الصيف، بحط في بالظبط. الميه دي شرايح ليمون وورق نعناع، ده ديتوكس رهيب للجسم، بالظبط. كل اي حاجه ضاره بقى ممكن تخرج. كمان في بنات كتير بتعاني حاجات من سهلة كلها بسيطة جدا يعني. كمان في بنات بتعاني من حبوب في الوش، مش عارف ايه، تقولي يا دكتور بحط كذا وبحط كذا وبحط كذا، بس مين لي لو انا وظبطت على ده يعني على معلقه العسل وكوبايه الميه انا معاها عارفه على كمان ان الديتوكس. كوبايه العسل مع الميه الدافيه كمان مفيد جدا للبشره والحب الشباب كمان، انا عارفه المعلومه دي فعلا. يعني مين لي مش هيخليني بقى مش هوصل لمرحله ان يطلع لي حبوب فاروح لدكتور عشان يطلع لي، لا انا مشروب سحري كده. مشروب سحري. وعندنا يعني مفيش بيت مفهوش يعني. بالظبط يا دكتور. بالنسبه بقى للبنات، معظمهم للاسف الشديد لما بيبتدوا ان هم يستخدموا الماسكارا بيبقى عندهم مشكلة تساقط الرموش، فأنا عايز أعرف من حضرتك حل لمشكلة تساقط الرموش. طيب خلينا نقول ان المشكله دي بسبب ان احنا يوميا او بالنسبه للعصر اللي احنا فيه دايما بنخرج بنحط ميك اب بنحط ماسكارا، فوقت الماسكارا معانا اساسي، دي حاجة حقيقية ما بصراحة. فيش حد بيخرج من غير ماسكارا خلاص. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نجيب الماسكارا اللي عندنا الفاضيه تمام في البيت، ونحط مكان السائل اللي كان جوه ده زيت خروع. زيت خروع، زيت الخروع ده بيطول بيطول جدا، الرموش اسمع عنه كده دايما وبيكثف فعلا. بطريقه مش عاديه، تمام. فانا جاست ان انا بس قبل ما انام بروح حاطه، وممكن كمان في ناس بتستخدمها الحواجب، الناس اللي هي فيه بتبقى فراغات شويه في حواجبها بتحط برضو فيه، تمام، فبيروح حاطينها قبل النوم مره تمام مع التانية مع التالتة بتبقى خلاص. طب قدر يا دكتور انا عايزه اخرج دلوقتي هعمل ايه؟ اكيد مش هحط خروع وانا خارجه خالص، اكيد ده طبعا. يتحط قبل النوم بس. طبعا قبل هعمل النوم. ايه؟ في بقى حاجات علاجيه في الصيدليات دي بقى بتكمل، مش عايزه اقول بس براند معين، بس في براندات كتير يعني، في اكرينال، في انا فيجن ده قلم ايلاشز، هلاقي فولتن، هلاقي يعني دول المينلي التلاته العلاجيين الميديكال، تمام، ممكن انا احطهم وانا خارجه. يبقى انا كده اخدت المظهر الجمالي اللي انا يعني عايزاه هحطها بدل ما احط ماسكارا. بدل ما احط الماسكارا العاديه. انا خلاص بالليل بروح بغسل وشي تماما وكل اي حاجه، وبحط زيت الخروع بالمسكرة اللي هي القديمه بتاعتي، قبل ما تمام، انام بقى قبل ما احطها انام خلاص. وخلاص كده. طب انا خارجه لا احط بقى حاجة ميديكال يبقى احسن. حاجه ميديكال بالظبط هتديكي المظهر الجمالي بتاع الرموش نفسه، وفي نفس الوقت انتي ما اذيتيش بالظبط كده، حلو بس. قوي الموضوع ده والله.
عايزين بقى كمان يا دكتور، طبعا حضرتك عارفة ان الشعر هو تاج المرأة، فانا عايزة طبعا اعرف من حضرتك وصفات طبيعية لتساقط الشعر وهيشانه، وفي نفس الوقت كمان ما تكونش بقى البصل والثوم والحاجات اللي بتسبب رائحة كريهة للشعر وبنخرج من مشكلة وللأسف نروح لمشكلة تانية. هو الاغلب بيعملوا بصل وتوم بيعملوه مره ده اه لا، هو ما حتى لو بيعملوش عملوه تاني مرة الريحة بتبقى ايه ريحتهم بتبقى الموضوع صعب. فاحنا بالظبط خلاص كده. الكلام ده كان الزمن ان انت اللي بتقعدي في البيت بالاربع خمس ايام ما بتخرجيش، لكن دلوقتي يومين انت بتخرجي، فنوي ان انت تقعدي مع ناس بريحه حتى الشعر دي يعني تبقى فكرة او انك البيت تحطي ثوم او بصل، وفي ناس كمان بتقول الحمام، عظم الحمام كمان لا لا خلينا نقول مش وحاجات اي حد نسمعها من وجاز اي حاجه، وحاجات، والله لا لا خلينا نقول بس ان احنا لازم لما ناخد معلومه او حاجه طبيه من حد لازم ناخدها من دكتور من فارماسيست اه من بالظبط حد كده، كمان شايف حد الوضع فاهم اه، وفاهم. فخلينا نقول برضو في حاجه في ونقرا كمان، يعني حاجه مهمه كمان ان احنا نقرا عن الحاجه اللي احنا هناخدها، مش مثلا ان احنا نسمع ونبتدي ان احنا ناخد وخلاص، لا، دي ان حقيقه في ناس كتير قوي شعرهم اتحول مثلا من الشعر العادي للشعر الجاف وحاجات كتير جدا بسبب الخلطات اللي هم بياخدوها في شعرهم. صح، يعني مش كل حد بيقول يناسبك يناسبني بتفرق. بالظبط كده فخلينا نقول في زعتر، تمام زعتر اللي هو الجبلي من عند العطار كلنا تمام عارفينه، وروزماري نجيب معلقة ومعلقة حلو قوي بس كده، نجيب تمام معلقة زعتر تمام ومعلقة روزماري، هنخلطهم مع بعض في 150 مللي مية كوباية مية، حلو وهنحطهم على النار. بس تمام أخلي بالي مش لدرجة الغليان، وهقول ليه تمام دلوقتي. عشان هيفقد قيمته صح؟ الفولاتايل اويل اللي انا عايزاها هيطير اللي في الحاجات دي اللي انا بدور عليها هيطير مش كله هلاقيها، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. بالظبط. فانا هحطهم على النار وافضل واقفه جنبهم لغايه ما احس ان الخليط كله امتزج ببعضه، هتلاقي حتى بقى لونه دافي غير كده ولونه غير. قبل ما يغلي هطفيه تمام واروح مغطيه الاناء اللي انا حاطه فيه، اغطيه بغطا ليه؟ تمام عشان اي ابخره هتطلع تتكثف ارجع اخدها تاني. حلو جدا. ان هي تمام اصلا الفايده في الفولاتايل اويل، هي دي الاكتيف كونستيتوينت بتاعته تمام ده ايه ده اللي انا بدور عليه، تمام فبحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على ده. تمام تمام بعد ما غطيته وهسيبه مثلا ساعه اتنين بارد وهدي وتمام مفيش مشكله، هروح حطاه في بخاخ سبراي، بخاخه سبراي عاديه تمام تمام، ويوميا مره الصبح ومره بالليل على ارضيه الايه الراس مع تدليك اللي هو المستمر تمام في ارضيه الراس، بيدي نتيجه مش طبيعيه، ايه بقى النتيجة بتاعته؟ بيطول الشعر. ناس تمام كتير بتشتكي انا شعري ما بيطولش، احنا لازم نهتم بالغذاء ونهتم بالتابلتس بالادويه اللي بناخدها وبنوع الشامبو ونوع السيره اللي بنستخدمه، بس ده تمام مينلي حاجه بتساعد بغض النظر عن انت بتعملي ايه، ده الحل اللي بيساعد. فانت لما بتحطيه بيساعد الشعر بيطول، مفيش هيشان، مفيش تقصيف، تمام مفيش مجعد، مش عارفه اسرح، لا شعر بالعكس المقطع مقطع وبالحاجات دي اللي انا اه مشت مش بيمشي فيه تمام. في نفس الوقت الريحه، الريحه والملمس بتاع الشعر طب كمان يا دكتور بقى، بمناسبة الشعر المجعد واللي المشط مش بيمشي فيه، حضرتك عارفة ان اغلب الامهات لما بتيجي تسرح شعر اولادها للاسف شعرهم بيبقى جاف، فالشعر بيبتدي ان هو يقطع، صح ده حقيقة المشط بيبتدي ان هو يقطع الشعر للاسف، فبتسبب مشكلة كمان نفسية للطفل، صح، مش عايز يسرح شعره اصلا مش حتى عايز بي البنت. اه يسرح شعره، وفي نفس الوقت كمان التنمر اللي بيحصل معاه في المدرسة. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك كمان ايه هي الطريقة اللي نقدر نتعامل بيها مع الشعر الجاف، او الروتين بتاع الشعر الجاف اللي المفروض الطفل او الام تعتني بيه. طيب خلينا نقول بس ان اول حاجة الشعر الجاف ده الفكرة فيه انه ايه اللي حصل لشعري، ان تمام انا عندي الغدد اللي بتبقى في فروة الشعر تمام، سبيشيز لاند اي بقت خلاص بقت ما بتفرزش كمية الدهون اللي الشعر محتاجها، فالشعر بينشف وبيتقصف وبيجع. تمام طيب احنا نتعامل مع ده ازاي؟ اول حاجة لازم حمام زيت مرتين في الاسبوع، تمام مينلي حمام الزيت ده بيحتوي زيت زيتون تمام تمام والجاجوبة، دول تمام الزيتون طبعا عشان بيدي الفايده طبعا اللي كلنا عارفينها، والجاجوبه بتدي تنعيم تمام بتخلي بتاعي يعرف يتسرح، اعرف اسرح شعري تمام. بعد كده نوع الشامبو اللي انا بستخدمه، نوع تمام الشامبو اللي انا بستخدمه ابعد عن اي حاجه فيها سلفر، عن اي حاجه فيها كبريت تمام، استخدم حاجه طبيعيه، يعني خليني برضو اميل ان انا استخدم اي شامبو كمان في حاجه بيحفز طبيعيه انتاج الزيوت بتاعت الشعر مش كده؟ جدا، استخدم حاجه طبيعيه. كل شعر ليه روتين بتاعه وليه حاجه اللي هو تلائمه تمام تمام. انا شعري جاف في كتير شامبوهات وبراندات للشعر الجاف، اختار اللي ايه اللي يناسبني منها، مع الحمام الزيت مرتين في الاسبوع مع سيرم، بس السيرم بقى اللي اختاره لشعري اللي هو الزيت اللي بسرح بيه او هتحط كريم او اي حاجه، اختار برضو حاجه ناتشورال
تمام. حاجة طبيعية بس، ده كده تمام. المينلي اللي الناس لو مشيت عليه ما الشعر الدهني بقى، طبعا حضرتك عارفة الشعر الدهني بيبقى فيه قشرة وطبعا مشكلة مليان بقى إفرازات بقى، ف مشكلة، وناس بتعمله باستشوار ويجي بعد كده بعد يومين تلاقي لازق في بعضه. احنا عايزين بقى نعرف الروتين بتاع الشعر الدهني. طيب خلينا نقول هو ايه اللي اصلا وصل الشعر للحالة يعني للحالة دي. اكيد بقى السبيشيس جلاند، هناك كنا بنقول ان افرازها العكس بالظبط خالص، صح، افرازها كان هناك قليل في الشعر هناك الجاف، كتير يبقى في الشعر الدهني افرازها كتير، كتير السبيشيس بزيادة، جلاند. تمام. بس في حاجات انا ممكن اكون باكلها هي اللي مسببه لي دي، يعني ممكن لو الناس اللي بتاكل سبايسي شطه فود، سبايسي شطه، انا فود قلت لك على طول شطه خلاص عندي، في ناس من ادمان عشاق عنده، الشطه، وحبوب كمان الشطه بتطلع حبوب فظيعه، مش هتنفع خالص، نبعد عن ده خالص. مع ان بقى حضرتك عارفه يا دكتور ان كمان الشطه مفيده جدا للحرق، الحرق مفيده جدا، بس للاسف هي بتعمل شعر دهني وبتطلع حبوب وليها كمان سلبيات كتير جدا. تمام خليني بس اعمل بالانس، يعني ما ينفعش ان انا اخد شطه بكميات عاليه، ممكن اكلها بس بالظبط. ويزن رينج، يعني ما ازودش قوي، عشان تمام. لو زودت قوي يبقى الموضوع ايه صعب، مش الشعر بس اللي هيبوظ، كل لا حاجه كل حاجه تانية. هتبوظ صح. بس بعد كده بقى ايه الاطعمه اللي هي سبايسي فود؟ خلاص الحاجات المشروبات الساخنه، الشاي السخن، القهوه، اي حاجه سخنه بلاش، مش سخنه اللي هي الدرجه اللي الناس بتشوفها انها بتشرب بيها دي، نبعد عنها خالص، غير يعني الشعر الحاجات هتسبب المغلية ألسر. حضرتك بتقولي يعني، الحاجات السخنة ان انا ما اقدرش استحملها الحاجات دي اصلا لما بتدخل المعدة عامة هي ألسر. بتسبب ألسر على طول. في ناس ما بتشربش الشاي الا كده، نسكافيه كده، اي حاجات المشروبات الساخنة انا احنا متعود بنقول تنزل من نشربها على بس النار تبقى دافية. بالظبط دافية بس شوية، بالظبط كده. مش اكتر. تاني حاجة انا عندي في حاجة برضو بسيطة ممكن اقدر اتغلب بيها على ده، انا خلاص اخدت الشاور بتاعي وخلصت، انا عندي مشكلة برضو في الشعر الدهني ايه، ان انا عندي البي اتش بتاع الشعر نفسه في مشكلة، في خلل، فانا هعالجه ازاي؟ احط في الميه اللي انا خلاص خلصت شعري واخر حاجه هشطب فيها شعري، احط فيها نقطه خل او نقطه ليمون، بس من اللي الخل افضل يعني، نقطه خل دي بتعادل الاسيديتي بتاعه الشعر، بتطير القشرة كمان مش بتطير كده؟ القشره وبتخلي بقى الموضوع بتاع الشعر الملزق في بعضه والدهني بيقل كتير، بيقل كتير عن الاول. تمام. ممكن ناس كتير ما نقطه خل تحل لي المشكله دي كلها، او نقطة خل نقطه واحدة بس، خل، احنا بنقول نقطة خل، نقطه الناس خل بقى مش هتجيب ازازه الخل. ازازة الخل بتقعد تدلق، لا صعب دي صعب قوي. كتير يعني، هي نقطه خل. الفكره ايه؟ ان انا اعادل البي اتش بتاع الشعر. تمام. ان احنا بنعادل ال بي اتش بتاعت الشعر، ان احنا بدل مثلا ما هي اسيدتي بتبقى عالية بنبتدي ان احنا نحط تمام حاجة الكالاين تعادل الاسيدتي. تمام ان انا اوصل بس ان فروه الراس عندي الغدد الدهنيه بتفرز عندي بصوره كبيره، ولكن انا لما بحط نقطه الخل دي بتعادل الدنيا، البي اتش بتبقى ايه؟ نورمال. تمام 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 يا دكتور. البلسم ميرسي. بقى، البلسم على قد ما هو حلو جدا وفي نفس الوقت كمان يعني ليه فوائد كتير، ان هو كمان بيعادل التشابك، بيبتدي ان هو طبعا يحل مشاكل التشابك اللي في الشعر، ليه فوائد كتير جدا، بس للاسف الشديد بيسبب مشاكل زي القشره لو ما اتغسلش كويس. فانا عايزه اعرف من حضرتك يا دكتور بديل للبلسم وفي نفس الوقت كمان ما يبقاش فيه قشره او اي حاجه زي كده. طيب خلينا نقول ان احنا اول حاجه مين اللي نستعملها؟ الشامبو. الشامبو اللي بنستعمله عشان يبقى بس يديلي روتين، يعني ده حتى بقى سواء بقى شعر دهني سواء شعر جاف ايا كان نوع شعرك ايه، ممكن ده ديلي روتين نستعمله، انقي الاول شامبو تمام يناسب تمام. شعري ما فيهوش سلفر ما فيهوش كافيه، اجي بقى على الكونديشنر البلسم بتاعي، ممكن اعمل ايه؟ عندي ميه الورد، مية ميه الورد دي الورد دي إيه، مش قادره اقول لك ان الفوائد بتاعتها ما تتعدش، أكيد. في الناس بس بتستخدمها جاست انها تحطها على وشها ان تدي نضاره بس لمنطقه الخدود. بالضبط. لا ده هي بتحسن الدوره الدمويه، مجرد ما الدوره الدمويه اتحسنت الشعر بدا يطلع، ما هو الشعر أكيد وصل طبعا الدم وصل للشعر أكيد. تمام، فالشعر بدا يطلع ما بقاش عندي تساقط، تمام في نفس الوقت عندي بقت مشكله الهيشان والتقصف بتقل، لان ما دام في نمو شعر معناها كده ان الدم وصل كويس، فمش هلاقي عندي لا هيشان، مش هلاقي التقصيف، مش هلاقي الشعر عندي بيتقطع، ان الشعره بتوصل تمام. للاخر تتفرع وتقوم مكسوره، مش هلاقي الحاجات دي كلها، وبتقلل كمان من الافرازات الدهنيه اللي موجوده في فروه الراس. ولا هلاقي قشره ولا هلاقي حك، موضوع بتعادل بتخلي الدنيا في فروه الراس نورمال، بتعادل البي اتش في فروه الشعر بس. فاحنا لما بنوصل بقى للمرحله دي فاحنا ايه ممكن نعمل الكونديشنر بحاجه بسيطه جدا، عندنا جوز الهند طبعا كلنا عارفين فوائده، التنعيم والترطيب وكل ده تمام، هنجيب معلقتين جوز هند، زيت جوز هند تمام، وثلاث معالق ميه ورد، ونقطتين او تمام. ثلاثه زيت جزر،
بس يعني شوفي هي الوصفة كلها انت ممكن تعمليها قبل ما هو بجد يعني تاخدي يا شاور دكتور يعني. اجر والله احنا كنا فرحانين جدا بحضرتك النهارده، وبجد اخدنا معلومات كتير جدا، وكان نفسنا نكمل مع حضرتك، بس عشان حضرتك عارفه طبعا ان النهارده اليوم العالمي للسرطان، الدكتور باشا بالظبط كده، فهيكون معانا بعد الفاصل دكتور محمد اسامه، وكان لينا الشرف ان ربنا حضرتك يخليك معانا يا رب، النهارده، ميرسي، نورتينا. ربنا يخليك. استنونا بعد الفاصل مع دكتور محمد اسامه خبير الصيدله الاكلينيكيه.